ايش قد عمرك؟ ويا السن اي منا هو رب بس خدمة زوار الحسين. اي والله سمعنا عمرك قريب 100 سنة وقاعدة وتخدمين زوار الحسين، مو تعب عليك؟ لا لا ما كنت تعب شهد بضلوا يا زوار انا بيكم يمه قوام والله. انت سولفي لي على هاي الزوار اللي تخدميهم. اهلا وسهلا بالزوار، وانا خادمتهم وخادم الحسين. ايش قد عمرك؟ 100 سن. وتخدمين زوار الحسين؟ مسكين بخدمة الله وأهل البيت وممنونة ونطول عقلك. الله ينطيك الصحة والعافية. بدور وحدك يا جاهز زارة؟ اي والله يا رب. جاهز زينب؟ عاد حيلي. لا يحرمك من هاي النعمة. ايوه اني انت قاعدة وبهذا المكان تخدمين وتتشرفين بزوار الحسين. على راسي وعلى عيني اتمنى شيلهم على راسي ومشيهم.